في عبر الهاتف الأستاذ سمير أيوب المحلل السياسي. أستاذ سمير أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. يعني حتى الآن ما يرشح من أنباء بعد التلويح باستخدام السلاح النووي الروسي في هذه الحرب، روسيا أقدمت على إنشاء ملاجئ نووية متنقلة بشكل رسمي لحماية السكان الروس من السلاح النووي، هل نفهم من ذلك أن روسيا بالفعل جادة على استخدام السلاح النووي في هذه الحرب؟ يعني لا أعتقد أن هناك أي دولة في العالم ترضى أن يقع صدام نووي بين الدول العظمى في العالم، لكن بطبيعة الأحوال ونتيجة لتصعيد بين الأطراف، أي بين روسيا من جهة وحلف الناتو من جهة أخرى، يعني كل الاحتمالات واردة رغم أنها تبقى بعيدة. يعني ليس من مصلحة أي دولة، لأن استخدام الأسلحة النووية في أي صراع هذا يعني أنه لا يمكن أن توجد دولة منتصرة، الكل سوف يهزم، وهي تعتبر يعني ويعتبر صراع انتحاري بالنسبة لهذه الدول. لهذا السبب السلاح النووي هو بحد ذاته وجد ليكون سلاحا رادعا وليس سلاحا هجوميا. اليوم عندما تتحدث روسيا عن امتلاكها لهذه الصواريخ وتطوير هذه الترسانة وبعد ذلك يعني محاولة تعديل العقيدة النووية الروسية، هذه فقط إشارة إلى الغرب بأنه لا يجوز ولا يمكن اللعب بالأمن القومي الروسي لهذه الدولة العظمى التي لديها ترسانة نووية كبرى. يعني هذا لا يساعد أوروبا ولا يساعد حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تبقى كل هذه المسائل محاولة ضغط نفسي وضغط معنوي. يعني كل طرف يستخدم امتلاكه لهذه الأسلحة لمحاولة الضغط النفسي والضغط أيضا على يعني مجتمعات هذه الدول. يعني عمليا هذه الحرب التي تدور منذ يعني أصبحت سوف يعني أكثر من عامين ونصف بين روسيا وحلف الناتو على الساحة الأوكرانية، لا يتأثر بها الشعب الأوكراني أو الشعب الروسي، وإنما كل الشعوب الأوروبية بدأت تتأثر، ليس بالمنحى أن يكون هذا التأثر عسكريا، هناك تأثر اقتصادي، هناك تأثر مالي، هناك زعزعة سياسية في أوروبا، هناك اضطرابات، ويعني وخاصة أن ألمانيا التي كانت تعتبر رائدة الاقتصاد الأوروبي وكان من الممكن أن تنهض بأوروبا اقتصاديا، نتيجة لهذه الحرب تراجعت كل مستويات الاقتصاد في الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا. إذن هذه ليس يعني نتائج هذا الصراع لم تأتي كما كان يرغب الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، أي ضرب روسيا وإضعافها ومحاصرتها اقتصاديا. روسيا يبدو أنها استطاعت أن تستوعب صدمة العقوبات وأن تفتح، ليس يعني بدل النافذة التي كانت موجودة على أوروبا، أن تفتح بوابة واسعة باتجاه الشرق وكل دول العالم التي لا تريد أن تكون الهيمنة الأمريكية هي المسيطرة. لهذا السبب اليوم نرى أن وضع روسيا جيد عسكريا على الجبهات، اقتصاديا لا تعاني كثيرا، وسياسيا هي ليست معزولة اليوم. لذلك يعني نرى أن اتصالات الزعماء الأوروبيين اليوم مع روسيا والحديث الذي يقصر اليوم عن أن كل المساعدات العسكرية، وهنا ألمح إلى ما قاله المسؤول العسكري في حلف الناتو على أن المساعدات العسكرية لم تأتي في الوقت المناسب يعني وقف التقدم الروسي أو لهزيمة روسيا، هذا تبرير فقط، لأن الكل يعلم أنه من المستحيل هزيمة روسيا عسكريا على الساحة الأوكرانية إلا بحرب شاملة ويدخل بها الناتو بشكل مباشر. رغم ذلك لا توجد أي ضمانات بأنه يمكن أن يخرج رابح. لهذا السبب يعني اليوم الكل يحاول الاجتماع حول مائدة التفاوض، لكن لا أحد اليوم يجد النقطة التي يمكن الانطلاق بها بانتظار سوى انتظار قدوم ترامب. يعني يبدو أن إدارة بايدن أحرقت كل جسور التواصل مع روسيا، وكان آخرها السماح لنظام كييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى. لذلك بتقديري اليوم الانتظار صحيح بقدوم ترامب، لكن ترامب لا يملك عصا سحرية يعني بخلال 24 ساعة يوقف هذا الصراع. يمكن أن يفتح جسور التواصل مع روسيا، يمكن أن يضغط على نظام كييف إما بطريقة مباشرة أو الضغط على الدول الأوروبية
بحيث يجعلها تدفع تكاليف أكبر بكثير مما تدفعه اليوم، أي تكاليف الحرب الدائرة اليوم بين روسيا وحلف الناتو، وهذا ما لم تستطعه يعني ما لم تستطع القيام به الدول الأوروبية دون يعني أن يكون هناك ضغط كبير على اقتصادها المنهك عمليا. إذا نحن اليوم يعني كل الطرق المسدودة التي وصلت إليها كل الأطراف تدعو في النهاية أو ترغمها في النهاية للجلوس على طاولة التفاوض. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الأستاذ سمير أيوب المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف.